السلام عليكم أزهر بونجور، نتمنى تكونوا على خير. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد العصيدة كنديروها في رأس السنة الأمازيغية، تاغولا ديال اللي هي تاغولا، كنقولوا لها حنا بالشلحة تاغولا. أنا غندير تاغولا تاع الشعير اللي كنحتاجو فيها. أنا عندي هنا تقريبا كيلو ديال الشعير، عندي 4 معالق كبار تاع زيت الزيتون وشوية الملح والماء. كنتمنى لكم سنة أمازيغية تخلي لكم الصحة والهنا. أرون سوتر أسكوا سماينو يفون كيس كل ما ترجعوا إن شاء الله. نبدأ الطريقة والمقادير، نبدأ ونديروا الجميلة ديالنا اللي غنطيبوا فيها هاد تاكولا. نديروا الماء ديالنا حتى كيطيب، ندير القيس تاع الماء اللي غادي يقدمني ونخليه يطيب. طيب الماء وعاد نجي ندير الملح وندير الزيت ومن بعد نتلاقاو. من بعد ما درت الزيت الزيتون والملح ديالنا، غنجيبو الشعير ديالي وبقى نزيد غير شويه بشويه ومع التحريك، ما نهزش يدي على هذه الجميله، تنحرك باش ما يلصقش ليا في التحت غير بالخاطر باش ما نطيروش علينا الماء. هذه الطريقه ديما مع التحريك، النار هنا كنقصها باش ما تحرقش لينا العصيده تاعنا. صافي بقى كنحرك باش ما تلصقش ليا القاع ديال الجميله. صافي نبقى هكا نبدا نحركها تقريبا حتى كطلع لي هذيك الغليه، ونخليها تطيب على نار مهيله. كما كتشوفوا فاش كتبدا تطيب، نتوما كتشوفوا كتبداو تشوفوا هي اللي خاصها الماء، كتزيدوا الماء الطيب، كتزيدوا ليها الماء الطيب. صافي كتبقاو ديما كتحركوا راه منين من ديك الساعه بقيت حداها وكنحرك ديما كنحرك حتى كطيب على هذا الشكل من التحت غير باش ما تلصقش لينا تاكولا ديالنا. صافي حتى كطيب وكتنشف من داك الماء، من بعد نقدموها، من بعد نوريها لكم في التقديم. كنشوفوا هذه هي تاكولا ديالنا تاع عيد الناير، تاع عيد الناير قدمتها في الطبسيل عادي. هنا درت فيها هاد السمن الحلو، كنطيبو بالزعتر والملح، درت فيها معلقه تاع السمن الحلو ودرت فيها العسل. الا بغيتو ديروا املو ولا اللي عجبكم تقدروا ديروه، وزوقتها بشويه تاع لي بونبون وشويه تاع اللوز. هذه هي ديال تاكولا ديالنا تاع عيد الناير، نتمنى تعجبكم وكنتمنى لكم سنه امازيغيه تدخل عليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتو ان شاء الله. وكنقول لكم اسكواس مباركين سكون لو ما ترجع ان شاء الله حتى درت النون د ارتيكل تياض نحتينا ربي. المره الجايه ان شاء الله في وصفه جديده وسنه سعيده. سكواس مباركين، باي باي.